وس و ستة أوجه، 1 2 3 4 5 6 أوجه. الآن نفتح إلى صفحة 71. أملأ الجدول الآتي لكل من المجسمات الآتية. شكل المجسم هنا المكعب. اسم الشكل مكعب. عدد الرؤوس ماذا قلنا؟ 8 رؤوس. عدد الأحرف ماذا قلنا؟ 12 حرفا. أما عدد الأوجه؟ 6 أوجه. أما شكل الوجه؟ مربع متوازي المستطيلات. اسم المجسم المتوازي. وعدد الرؤوس أيضا 8. عدد الأحرف 12. وعدد الأوجه أيضا 6. لكن ما هو شكل الوجه؟ مستطيل. لاحظ أن عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في المكعب يساوي عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في متوازي المستطيلات. لاحظنا 8 8 12 12 6 و6. لكن شكل الوجه هو الذي يختلف بين المكعب والمتوازي. أحدد اسم كل من المجسمين الآتيين. مجسم أوجهه جميعها مربعات، ما هو؟ فكر. 2، نضع الإجابة هنا. مجسم أوجهه جميعها مستطيلات، فما هو؟ الآن المتوازي المستطيلات قد نرى منه متوازي جميع أوجهه مستطيلة الشكل، ونرى أيضا متوازي مستطيلات له يحتوي على فقط وجهان مربعات الشكل. ما العلاقة بين متوازي المستطيلات والمكعب؟ العلاقة أن عدد الرؤوس وعدد الأحرف وعدد الأوجه جميعها متساوية. الآن صفحة 72 و73 ستكون وظيفة بيتية للطالب.